إهداء من زوجتك فاطمة بنت عبد الله الدوسري. يلي تقعدت ورقيت وتعليت يا الشهم يا مهنا يا شيخ الرجالي، سلامي يلي لك مكانة وتقدير، متصدر في قمة المجد عالي. يلي تقعت ورقيت وتعليت يا شهم يا مهنا يا شيخ رجالي، سلام يلي لك مكانة وتقدير، متصدر في قمة المجد عالي. يوم اتقعت لك نسوق التعابير ونهدي التهاني لك بيوت جزالي، متقاعد والمجد سطرت تسطير، لك نفتخر ونرفع الراس عالي، بالفخر لك يا ابو عبد الرحمن نشاوير، مسيرتك يا فرضها كل غالي، إدارة التعليم لك صيت وتأثير، وإنجازك أشهد من سنين طوالي، والكل يفخر بك ويشهد بتقرير تميزك طول السنين الطوالي. انت يا ابن تحب حولك مشاهي، انت فخرنا وعزنا بكل حالي، شيخ ولد شيخ وربعك كبير، رمز المراجل والفعول الجزالي، رمز الكرم والطيب من دون تقصير، لك بين ربعك منزلة وقدر عالي. يا ربي تعيالك وبناتك على الخير، وافرح لهم مثل القراح الزلالي، وحزن شهادات عالية ومجد كبير، وبالعلم هم يمشون صوب المعالي، مرحوم ابوك اللي على نهجه تسير، وامك عسى يرحمها مولى الجلالي، وعيالك احزمك بوقت المعاسير، وبناتك الزنات تاج الجمالي، لك الرحمن عبد العزيز كل تقدير، وجلالوها يا طيبة الخصالي، لك الفخرون يهنى دايم مع الغير، وانت لهم قدوة وما اضرب مثالي. زوجتك فاطمة تدعي لك وتهني وتتمنى لك حياة سعيدة يا غالي.